السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم رح نحكي الدرس الرابع اللي هو تعليم اللغة الألمانية بالصور، واللي بيحكي اليوم عن منشن بشغايبن، تمام؟ اللي هو وصف للناس، وبالإضافة عنا اللي هو داس جزيشت اللي هو الوجه، تمام؟ فاليوم رح نوصف هاي الأمور كلياتها بالنسبة للوجه، وبالإضافة للشعر، تصريحات الشعر، إذا واحد مثلا أصلع شعره منكوش، شعره ناعم، شأن، تمام؟ هالقصص هي كلياتها، وهلأ رح تشوفوا معي هذا الشيء بالصور، تمام؟ قبل ما نبلش الله يخليكم، عم نشتغل على الفيديوهات وعم نتعب وعم نقول يا رب دعمونا واشتركوا بالقناة واعملوا لنا لايك، شاركوا الفيديوهات، تمام؟ ما رح طول عليكم، خلينا نبلش. هلأ في عندنا نحن اللي هو هذول الصفحتين مثل ما كنتم شايفين، عندنا هون الكلمة اللي موجودة فوق اللي هي منشن بشغايبن، هي معناتها وصف الناس، تمام؟ منشن بشغايبن وصف الناس. عن الكلمة اللي تحتها مكتوب داس جزيشت، داس جزيشت اللي هو الوجه، تمام؟ الوجه كله بشكل عام، تمام؟ منبلش الكلمة الأولانية اللي هي هاي داس هاغه، داس هاغه. هلا هي بتجي هاغه، هون حاطين داس هاغ، بس هي بتجي هاغه الشعر، تمام؟ في حرف الاي اخر شيء. يلي بعدها دي شتيرن، دي شتيرن اللي هو الجبين، شايفين حاطين الاشاره هون الجبين. يلي بعدها دي شلفه، دي شلفه اللي هو الصدع، بتكون واحد عنده صداع بيحط على مكان الصدع الصداع اللي هو هاي الليكا، تمام؟ اللي بعدها داس اور، داس اور اللي هي الاذن، تمام؟ عنا اللي بعدها دي فانجا، دي فانجا هي الخد، تمام؟ عنا اللي بعدها دير انت كيفا، دير انت كيفا، كانك عم تقول لواحد كيفك، تمام؟ اللي هو الفك السفلي اللي هو الحنك بيقولوا له يعني، تمام؟ عنا اللي بعدها داسكين، داسكين اللي هو الدقن، تمام؟ اللي بعدها ديرموند، ديرموند اللي هو التم بشكل عام يعني. اللي بعدها دي ليبا، دي ليبا اللي هي الشفايف، تمام؟ يلي بعدها دير تسان، دير تسان اللي هو السن، تمام؟ السن الواحد تسان. الجمع بتجي دي تسيني، دي تسيني، تمام؟ يلي بعدها داس نازن لوخ، داس نازن لوخ هي معناتها انه الفتحة تبع الانف. يلي بعدها دي نازه، دي نازه اللي هو الانف كامل. يلي بعدها داس اوغه، داس اوغه اللي هي العين الوحدة بس، تمام؟ اما للجمع دي اوغن، دي اوغن اللي هي الجمع. اللي بعدها دي فيمبا، دي فيمبا اللي هو الرمش، تمام؟ عنا اللي بعدها دي اوغن براوي، دي اوغن براوي اللي هو الحواجب، تمام؟ هلا بننزل على اللي بعدها اين غريماس شنايدن، اين غريماس شنايدن اللي هي مثل ما شايفين الصورة انه واحد عم يلاوق يعني، ما بقى يعني قليل واحد لحتى يستعملها هي، بس انه هي يعني هيك جاي، تمام؟ عنا اللي بعدها هون هلأ صرنا بالصفحة الثانية، مثل ما كم شايفين هون في بنت شعرها احمر، تمام؟ فبنقل له غوتي هاغي، غوتي هاغي. هلا بتستغربوا انه انا كيف عم اقول ايه اخر شيء، بس هي حرف الجي باللفظ هيك بالكلمه اللي هي، تمام؟
يلي بعدها جفيلت. جفيلت اللي هو الشعر المموج اللي بيجي شعر مجعد. تمام. يلي بعدها مثل ما كون شايفين هون مرسوم انه واحدة رابطة شعرات النورة، فهي بيسموها دير دوت. دير دوت اللي هي الرابطة. يلي بعدها برونيت. برونيت معناتها شعر البني، انه هي امرأة شعرها بني. دير كورتس هار شنيت. دير كورتس هار شنيت اللي هي قصة شعر قصيرة، واحد قاصص مثل ما شايفين بالصورة بس مخفف يعني. جراوميليرت. جراوميليرت اللي هو الشعر الشايب، الشخص المختلط فيه شعر مثلا أسود وشايب. اللي بعدها دير بوني. دير بوني اللي هي الغرة مثل ما كن شايفين. تمام. اللي بعدها دي شترينشن. دي شترينشن اللي هي الخصل، اللي بيعمل المرأة اللي بتعمل خصل لشعرها. تمام. يلي بعدها دير شتوفن شنيت. دير شتوفن شنيت اللي هي قصة الشعر متدرجة مثل ما كن شايفين. تمام. عنا اللي بعدها دي بيروك. دي بيروك يلي هي الباروكة المستعارة. تمام. بتنحط النسوان. عنا يلي بعدها دي بوب فريزور. دي بوب فريزور اللي هي قصة البوب، قصة الشعر تبع البوب مثل ما كنتم شايفين بالصورة، هي بيسموها بوب ما بعرف. يلي بعدها جلات. جلات اللي هي الأملس، الشعر الناعم الأملس. يلي بعدها بلوند. بلوند اللي هو الأشقر. تمام. الشعر الأشقر. يلي بعدها دونكل. دونكل اللي هو الشعر الغامق بيجي الأسود. يلي بعدها دي جلاتة. دي جلاتة اللي هو الصلع. تمام. الرجال الأصلع. يلي بعدها دير بفيردش فانتس. دير بفيردش فانتس اللي هو الشعر بيكون هيك مربوط مثل زي الحصان مثل ما كاتبين هون. تمام. اللي بعدها لوكيش. لوكيش اللي هو المجعد، الشعر مثل ما شايفين هيك المجعد، مو المجعد اللي ذكرناه اول شيء فوق، لا هذا المجعد اللي هيك بيجي منفوش. يلي بعدها دير تصب. دير تصب اللي هو الضفيرة اللي بتربط شعرها بتعمله ضفاير. تمام. هلا هي بالنسبة لهدول تبع هذا الدرس اليوم، بالإضافة هلا لسه في عنا كمان كذا شغلة رح أقلكن ياهم كمان هلا شوفوهم. رح ننتقل على الجمل اللي بعدها. عنا هلا أول واحدة دي هاوت. دي هاوت اللي هو الجلد، الجلد تبع الجسم أو البشرة بشكل عام يعني. اللي بعدها دي فالتة. دي فالتة اللي هو التجاعيد تبع الوجه، إذا في تجاعيد. يلي بعدها داس متمال. داس متمال اللي هي الشامات، إذا كان في حدا له شامات بوشه بيسموها هيك. يلي بعدها داس غريبشن. داس غريبشن اللي هي الغمازة، تجي بالوش الغمازة. يلي بعدها دي زوماش بروسن. دي زوماش بروسن هاي النمش اللي بيجي له نمش بوشه، هذا بيجي لونه هيك على بني شوي. تمام. يلي بعده دير بيكل. دير بيكل يلي بتجي وحمة بالوش تقريبا او شيء يعني او بالجسم. تمام.
تمام اخواتي، هذا اليوم درسنا الرابع اللي هو بيحكي مثل ما شفتوا وصفنا الوجه والقصات الشعر ويعني كتير شغلات وصفناهم بهذا الدرس. ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه، ورجاء لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك وتشاركوا الفيديو. بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.